معك في الموت تلفعت منا معك في الموت المتواجدة على الساحة السورية لإيقاف المجازر الذي ترتكب بحق الأطفال السوريين وبحق النساء السوريين وبحق الشعب السوري. الآن جئنا نؤكد أمام القاعدة الروسية أن تأخذوا دوركم الحقيقي الذي وعدتوه فيه أن أردوغان وطغيته لن يدخلوا أراضينا، نحن صدور مفتوحة ضده وضد المرتزقة. نطالب الدولة الروسية والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يصدوا هذا العدوان. أتينا اليوم إلى عين عيسى تضامنا مع القوات سوريا الديمقراطية أمام القاعدة الروسية لنقول لا للاحتلال التركي على أراضينا السورية. فاليوم احنا نوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والدول الضامنة لوقف إطلاق النار على أراضينا السورية. نحن اليوم أمام القاعدة الروسية بوقفة تضامنية مع أخواتنا في عين عيسى ضد العدوان التركي الذي اجتاح الأراضي السورية بعدوان بربري لا يلوق بالدولة السورية.